اليوم في مفاجأة سارة بالنسبة لي حقيقة. ما شاء الله النادي الأهلي مفاجآت كثيرة. في دول كابتن تصرف مبالغ كثيرة وملايين لتخريج لاعب أولمبي. اليوم إذا عندك أنت نادي يخرج لك لاعب أولمبي، فنعتقد أن هذا شيء فوق الوصف، أمر عظيم. سنغافورة في الأولمبياد الأخير اللي يجيب ميدالية قالت راح أعطيك مليون دولار. النادي الأهلي اليوم وضيف حلقتنا اليوم هي ابنة النادي الأهلي البطلة الأولمبية، عروسة حفل الليلة ديانا فاروق اللي حصلت على الميدالية البرونزية في طوكيو على مستوى الكاراتيه. اختارها مجلس النادي الأهلي وإدارته لتكون ضيف هذا الشرف وهذه الاحتفالية، فلتتفضل ليكرمها الكابتن محمود الخطيب. شرف كبير. إذا أول تيشيرت بالعشر نجوم هي هدية النادي الأهلي لديانا فاروق، تستحق هذا التيشيرت وهذا التكريم. مبروك مبروك. هي ميداليتها طبعا في الأولمبياد كانت برونزية، لكن قرر النادي الأهلي أن تكون ذهبية وتستحق بكل تأكيد ديانا فاروق. بس خلينا نحاسب كابتن، ترى هي في الكاراتيه شاطرة يعني. مبروك إذا لديانا فاروق ابنة النادي الأهلي اللي شرفت مصر في هذا المحفل الأولمبي الكبير.